سمير طه سمير بشكراوي كاين السيده رساله بغيت نوصلها لجميع العالم يفهمها ويقدرها لذلك الوفاء اللي دار حاله في العالم فقدان المناعة خلانا ماشي انسان عندي رساله بغيت نوصلها لجميع البشر يفهمها ويقدرها لذلك الوفاء اللي دار حاله في العالم فقدان المناعة خلانا ماشي انسان خويا في الاسلام ما بغيتش نشوف يموت قدامي مغربي ولد امي وبويا نخاف على اللي بحالي ربي عطاك هذه الحياه ماشي باش تعاني شوف العباد اليوم ربي عطاك النوعين تسمع وتشوف وتالي عانت الناس من قبلك وانت ولا داري علاش تمشي للموت وانت بالك كان هاني علاش تمشي للسم ترد راسي قاضي وجاني بالليلة ونهار كنتي بنادم عدتي سعادي بالليلة ونهار كنتي بنادم عدتي سعادي بشكراو اليوم جاو نهيو اللي ما ناهي جينا اليوم نقولو كلام ماشي اي كلام جينا هز الراية البيضة بزيدو القدام جينا نقولو كاين الجنة ماشي جهنم كاين السيدة في بلاد احنا نحاربوها بالكلام هذا سم حالو ما هو حال السموم ما تطلب الموت الحياة ما تدوم لما قتلك السم تقشر راسك بالهموم دري بنش كلشي هزو الحال ما يدوم اش وصلنا نهار تولي ظالم ومظلوم اش وصلنا نهار تولي ظالم ومظلوم انا مريض كنموت اش ندير جيبي اليوم عقلي ولا فقير صبر الهضرة الناس والمشاكل صبر حين ديرتها بيدي وانا فقير وعندي رسالة بغيت نوصلها لجميع العالم يفهمها ويقدرها لذاك الوباء اللي دار حالة في العالم فقدان المناعة خلانا ماشي انسان فقدان المناعة خلانا ماشي انسان اليوم ماشي شنوصل اليوم ماشي شنوصل ماشي باغي غنهضر شي شنوصل ليك ولا فهمني ولا دور سيدة سيدة كاين اليوم وغدا في زمن الله يطوار واش الا تعديتي عندك وجهك باش تهضر وعوفق علاش تسمي راسك بالعربي لاش في عسبابك تقتل راسك تبوي قلبي وصيك ولد بلادي وصيك كنت بلادي وصيك ولد بلادي وصيك كنت بلادي الا قلت هاد الشي ما بغيتكش تموت معادي هذا فيلم رعب عنده نهايه بلا بدايه هذا المطبطي زاد كتير ولا دعايه هذا حالي هذا حالك هذا هو الناس خايف عليك اليوم لا تعيش غدا بلا احساس خايف عليك وخايف منك من هضره الناس شنو تقول قدام ربك واش نكمل ولا حباس علاش غنحبس عندي في قلبي هضره بغيت توصل كاع الناس عندي ستيل ورقه علاش دماغي غيحبس عندي رساله بغيت نوصلها لجميع البشر يفهمها ويقدرها عندي رساله بغيت نوصلها لجميع البشر يفهمها ويقدرها